اهلا البنات، صباح الخير عليكم. كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. خصكم هزت شكارتها وهربه. خليت بناتي مع زكريا، ما تجمعت بكري مع الدار، بردت شفتها بردتها. اختكم غدا نمشي للسوق، اليوم كاين السوق، ما يمكنش ما نمشيش. البنات كاين السوق اليوم، ما يمكن ما نمشيش، ما يمكنش خاصني ضروري نمشي نضرب في دوره نشوف. المهم خاصني لقيت واحد اللعيبات بغيتهم، وناخذ شويه الفاكهه، وناخذ شويه زيت والكحل. هي حيت دائما كناخذ من هذا السوق، وصافي هادشي اللي كاين. جاندي اللي مشي غادي ساهله بالزربه. المهم نخرج واحد الساعه نتكالمه حكيمه، انا تعومتها بكري باش نعس لينا. المهم باش نعس لزكريا، ما تبقاش دايره لي حاله. صافي وقمتها، صافي وحطيتها في بلاصتها، نعسيت. ايوا هانتوما معايا اخواتي ونسوني، واخا ما عنديش مع الدوره بوحدي، واخا كيف ما مولفاش، يا اما تكون معايا، يا اما يكون معايا زكريا ولا الوالده ولا اختي، ولا مولفاش ندور بوحدي. واخا نقول هكذا، واخا ولفت بناتي صراحه. وانتم معايا اخواتي، قريب السوق حدايا. المهم ها حدا الدار بالزربه، هاي حنا كيحطوا حدا البحر، عندنا في بحوك الشارع ديال البحر كيحطوا حدا. الناس راه تقدات وخرجات، وانا غاده الله غاده. البنات هادو كنت خديت منه واحد في الليموني، وبغيت ناخذ ثاني واحد، عرفتوا شحال زوينين مرتاحين وباردين بزاف بزاف. دابا حرت ما بين الزرق والخديدر، الخديدر انا خايده عندي في هاد الوين، ولات بحال هاد الوين اللي خايده، بغيت ناخذ واحد اخر. حرت ما بين الزرق وهذا دي سوبرا ده ما بوست هذا نجا سلام. وانت عجبني هاد الخديدر، هذا في الزرق زوين. هادو البنات اللي كنت خديت، هادو صدقوا عيانين، هادو شو ديال ليدل واعرين، هادو ما تاخدوهمش، كنصح البنات ما تاخدوهمش، صدقوا عيانين. ديري ليهم 5 أورو، فيهم 9، ولكن راه ما فيه بالزربه كيخسروا، ما تاخدوهمش. المهم الحاجه اللي جربت نشاركها معكم اللي ما صدقاتش. جميع هيماليا زين، وين يجي زوينين هاد، كان دي كوستانو كويست بنتي. البنات ديري ليهم ديال تشاورة، هاد شحال زوينة هنا ديال تشاورة، ديري ليهم انا. ها زوينه كريمه، مي فوق الكوبيه. انا باغا ناخذ وحده لاختي من هادي ترينتا نوفا، ناخذ ليها ماشي ناشي في الكحل. سكوسامي بو برندك نمبر كاينه هادي في اليد، هادي زوينه، ولكن ناخذ هادي لاختي عجباتها، كانت خديت للوالده بحال هادي وعجباتها، ناخذ لها بحال هادي زرق شكون يكون سنيرة؟ نيرو بريزا لالترا فولتا 39 بلو كويستا سي بلوش نيرو نيرو ما بقاش عندو الكحل. هادا لورا بريندو، صافا غناخد ليها وحدة من هادي. كوستا 39 كوستا. نو 39، allora questo 39. 39 sì, ho preso io. Modello più nuovo. Questo è 36. Vabbè, vedi che ti... è bella, pure, è giusta, però
però un po'. Eh no, c'è da sì. Il bnet che non هادو كيعجبوني هادو. شو هادو جربتهم انا خيطه هادو في الكري. دابا خديت وحدين تمشي للدار ونوريكم اش من لويين خديت. دوك ناخذ منهم دايما زوينين حتى هما. انا عزيزي هي الفوطات في الدار. خديت هادوك اللي في ليدل حتى هما فنين، هما عجبوني الصراحه. دائما السوق في اي سوق ناخذ وحدين. هما زوينين حتى هما خبيط زوينين. فيهم ديزاين زوين. البنات بغيت نشارك معكم اشنو خديت. المهم خديت هاد الصنايديله هادي اللي وريتكم، ها هانتوما خديت هادي، هادي خديت هاد الزربه غندوز نشارك معكم البنات اشنو خديت. خديت هاد الصنايديله هادي، هادي فنه، هادي خفيفه، كانت خديتها الوالده وعجبات. هانتوما حزوين. خديت هادو باش نوريكم. ها هو انا عندي هات. خديت هادي البنات في هاد الزرق، حتى هي زوينه. هادو زوينات هادو الصراحه، كناخذ منهم دائما. خديت هادي في الزرق، وخديت هادو البنات هادو بغيتهم حق لبناتي. هاد المسين دات هادو في الغوص، دي جوجات. شو هادو جوجات في الغوص ديالك هادي. صافي خديت هنايا، خديت هادو الكوزينه البنات في الزرق على حساب حيت عندي الديبارو في الزرق. المهم كناخذهم. خديت جوجات، خديت هادي في البلو وهادي في بلو اكوا. لا هذا بلو، هذا بلو، هذا تزورو. هانتوما خديت هاد السريول من الاخر البنات. ها هذا هو تزورو، وهذا بلو. ها وهذا ها شنو بقى اتزورنا. هانتوما البنات خديت هذا في الزرق، بقيت كندير في خديدر ناخذ خديدر ناخذ الزرق. صافي في الاخر خديت هذا. هادو فنين البنات، فنين صراحه كيعجبوني ومرتاحين. هانتوما راني خايده هذا، هانتوما كنت خايده هذا، حتى هذا زوين. هذا شفتوا البنات حيت زوين. المهم صافي خديت هنايا الكاع، الزيتون والبيستاج وكبناتي هادو ديال الغزالات. غنشارك معكم الغديوه نهار اليوم كيف ما كتشوفوا عندي هنايا البنات زعلوك اللي هاد الطريقه مابقيتش كنستغني عليها ابدا، لان علاش البنات الصراحه كتجي فيها الزعلوك زوين وكديريه البنات كيبقى معاك حتى مده طويله حيت ما فيش الماء، حتى 3 ايام 4 ايام في الثلاجه ما كيخسر ما والو. هاد الطريقه ساهله البنات وبزربه كيوجد عندكم كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا كوكوت صغيره اللي شديت قطعت فيها البنات 3 الدنجالات صغار، كنحيديهم القشور ديالهم. عندي واحد الفلفله صغيره هي اللي قطعتها قطع صغيره، وعندي واحد مطيشه كبيره البنات كنحيد ليها الجلوف ديالها وكنقطعها حتى هي قطع صغيره. صافي بالنسبه للعطريه راكم عارفين عطريه الزعلوك البنات كيف ما كتشوفوا، عندي ملعقه صغيره ديال الكمون كندير في نصف ملعقه ديال السكنجبير، نصف ملعقه ديال الخرقوم، نصف ملعقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، وزيت الزيتون راس ديال الثوماسين البنات، وشويه الربيع. صافي وكنسد عليها، ما كندير عليها لا ما لا والو، ما فيهاش نقطه الماء هي والو، ما كنديرش، كنديرها غير في بوطه مهيله البنات
هالطريقه هذه والله البنات ما غتبقاوش تستغنوا عليه ابدا، وكيجي الزعلوك زوين وزوين البنات بحال كديروه في الثلاجه، وتبقاو تقدموه بحال انا كيعجبني غير بوحدو، بعض المرات كنتعشى به غير هو وشويه الخبز البنات ما تقنعوش منه. صافي بغيتو ديروا فيه حتى شويه الحار ديروا فيه الحار، غير انا ما كنكثرش الحار على حساب حيت كنردع. صافي البنات جبدت البنات شويه دجاج، عندي دجاج بلدي شديته هنا كيف ما كتشوفوا، درت عليه العطريه، درت عليه ملعقه صغيره ديال السكنجبير، ملعقه ديال الخرقوم، ملعقه صغيره نصف ملعقه ديال البزار، وعندي هنا واحد البصله كبيره اللي شديت قطعتها في هاد القطاعه اللي كانت خايده من ليدل كيف ما كتشوفوا، هذه راه كتسهل الماموريه، كطحن بالزربه البصله راه كانوا جابوها، كنت حطيتها لكم البنات صراحه، هذه اللي ما خدهاش غزاله، وفي نفس الوقت البنات حتى اثمنه مناسبه دايره مع 9 يورو رخيصه بزاف. صافي درت واحد النقيطه ديال زيت الزيتون، الزيت العاديه في الدجاج، وهنا بالنسبه للزعلوك راه درت تقريبا البنات واحد جوج ملاعق كبار. صافي هنا غنقطع شويه الثومه، درت شويه الربيع، وغنخلي الدجاج يتقلى عندي مزيان مزيان حتى يتقلى البنات وتذوب هذيك البصيله، عاد غنزيد عليه الماء صافي، وغنسد عليه الكوكوط، وغندوز هنا ندير شلايده، وهانتوما معايا اخواتي. البنات من بعد ما طاب عندي الغداء درت شويه شلايده، قطعت شويه المطيشه، شويه الخيار، شويه الخس اللي قطعته هو قطع صغيره، صافي ودرت عليه مشيت مليحه شويه زيت وشويه البزار، وحطيت الزعلوك حتى هو جفن. البنات جربوا هالطريقه، وها نتوما معايا اخواتي في فيديو اليوم، وكنقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف على البنات كاملين اللي على حساب حكيمه على الكريمه، شكرا لكم البنات. الاخوات كيف هي زهره بدلي لامبون بدلي لي كوش البنات، انا ما خليت ما درت ليها، درت ليها بومبيرس ما وافقهاش، درت ليها كيكو ما وافقهاش، درت ليها هوغس حتى هو البنات ما وافقهاش. المهم الحمد لله جربت هذيك البوماده شويه، ولكن باش نقول لكم حيدات ليا الطياب مره ما حيداتوش. بزاف الاخوات اللي قالوا لي شحال من كريمه، غادي نسول ان شاء الله وغنقول لكم اين الكريمه اللي وافقت ليا، وشكرا لكم جميعا جميعا كاع اللي كتسول فيا تسول في نياتي، كنقول لك الله يعطيك صحيحتك، وشكرا لك لهلا خطيك عليا كاملين البنات جميعا جميعا اللي كيبغوا زهره لهلا خطيكم. وهنا كيف ما كتشوفوا كانت هذه هي الغديوه ديال نهار اليوم، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وهنا غنقول لكم اخواتي بسلامة عليكم، وتهلاو في اليوسكوب، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله، وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتعطيني الطاقه ايجابيه، قبل ليكم من قلبي الى قلوبكم. باي باي عليكم اخواتي. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمه. ارحمي يا